عندي عزيزي من ساعة ما صف القطاع العام وإحنا عملية عقدة الخواجة عند المصريين، بمعنى إن أنا مثلا عندي ده تركي جاي من مثلا من شركة بنمير، واخد بالك، قماشته حلوة وعالية وكله، بس كان عندنا حاجة مصرية زي اللي بره دي أوريها لك أفضل منها مليون مرة، مش واخد بالك، والزبون ما ياخدش بقى لو عايز ديزاين وعايز شيء اسم الشركة. أول ما بتقول له بنمير بيقول لك أه هو ده اللي أنا عايزه، بعدين إن عندي أنا حاجات مصرية بيعملوها حاليا دلوقتي، أو مش هتكلم عن الماضي لأن الماضي كان فيه حاجات ما تتخيلش تنزل دلوقتي. يعني أقول لك من أيام الكاستور اللي هو بتاع اللبس، واخد بالك، كان في حاجة اسمها كاستور المحلة، مش واخد بالك، بيدفي عن البطانية وكان ب 16 قرش. معلش أنتوا ما حضرتوش اليمني، اليمني مفيش حاجة اسمها قرش ولا جنيه حتى. انما في الفترة الأخيرة دي بالنسبة لزيادة الأسعار هي اللي عملت الدروب الكبير قوي، وعملت الفجوة ما بين المستهلك اللي جاي بيشتري مني وبين برضك إن أنا بستلم من التانية دي. الفجوة دي الزبون يحس بيها بنسبة مثلا 60-70% فرق السعر من دلوقتي من مثلا من فترة فاتت، دي أثرت علينا، أثرت علينا في بيع وشراء، مبقاش في حركة، بقى في ركود. في نفس الوقت السعر كل يوم مش ثابت، كل يوم بيزيد، كل يوم بيزيد، دي مشكلة. لا زمان كان في حاجة اسمها باتستر، حاجة اسمها جواني، حاجة اسمها شيشة، حاجة اسمها تشيل، حاجة اسمها كليكون، ريبس، حاجات زي كده. دلوقتي كله طالع فرقة تربعه بس. فرقة تربعه ايه؟ صيني. صيني. بيجي بروض منتج زي كده، تقريب، مصر. دلوقتي في مصر، في مصر. والخامات والأسعار تختلف عن كل سنة. أفضل أنواع القماش ايه دلوقتي؟ بالنسبه للمفروشات والستات يعتبر برضو البرنت بعض النوع، وفي حاجه اسمها شاني كتان. شاني كتان والقطيف. تمام. الاسعار ايه بقى؟ لا الاسعار بتبتدي من اول مثلا 20 جنيه لغايه 250. الاسعار زادت 100%، بل ممكن اعتقد 120 اتعدى ال 100 و120 كمان. 120 ايه المية دي حاجه. الحاجه الثانيه في ركود تام، يعني نسبة مثلا المبيعات من قبل التعويم وبعد التعويم والكلام ده كله ممكن ما تتفقش مثلا يعني 10%، يا دوب اللي هتكملش تجيب مصاريف بس كده ده كويس قوي. اهم انواع الاقمشه اللي عليها حركه بيع وشراء الفتره الحاليه؟ مفيش. ممكن اللي يجي للاوضه لا لا البيتي، الحاجات اللي هي البيتي بس. حاجات البيتي في سكوزات. كل ده تريح. البيتي بس، التاجر والحاجات الخروج اللي هي البيتي دي. خصوصا كتير قفل دي الورش اللي عملها صاحبي في اللغه العاميه، ورش بتاخد منها الشغل وتصنعه كتير قفل قوي. بقى لها يعتبر بقى لها احسن من 3 شهور العمليه، حتى من قبل غلو الاسعار. يعني حتى من قبل غلو الاسعار العمليه برضو في هدوء في ركود.